ومنكم بخير صحه جدا ان شاء الله. نحب يكون معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم غادي لكم البنات واحد الخبز اللي كيجي رائع، خبز ديال المقلات بدون دلك، وسهل وسهل جدا في التحضير وكيجي روعه. خبز اللي دار دج على يوتيوب كيجي رائع البنات. قوم معايا وشوف مقادير الطريقه ديال التحضير اللي هم ساهلين وبساطين. واللي معايا جديد مرحبا بك، ما تنساش تابوني في القناه الى عجبتكم طبيعه الحال، وتضغط على الجرس باش يوصلك الجديد، وما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو. جزاكم الله عنا خيرا، وخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا جوج كيسان ديال الماء دافي، كما كنديروا العجينه عادي يعني الماء دافي، ماشي سخون بزاف ماشي بارد بزاف، مش ما كيقتلناش الخميره. عندي هنا جوج كيسان، عندي واحد معلقه ما عامرهاش بزاف ديال السكر حبيبي، تقدروا تبدلوها بالعسل، تقدروا تسغنوا عليها، هي كتعطينا واحد الحموريه ديال الخبز كيجي زوين. عندي واحد معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، كنحركوهم مزيان. عندي واحد الكاس ديال العلبه ديال السميد او الفينو اللي كيكون هكا رقيق، كنزيدوه على الماء كنخلطو. وغادي نزيد واحد الكاس ديال الدقيق، دائما نفس الكاس ما تبدلوش الكاس. صافي كنخلطوهم مزيان. اذا ما بغاتش دير بيدات تقدر دير العجينه، ولكن ما يحتاجش العجينه يعني ما غاديش تدلك، ما فيه لا خدمه لا والو، ساهل كيجي غزال البنات، كيجي اكثر من رائع. صافي ملي كنخلطوهم هكا مزيان، دابا غادي نغطيه، وغادي نخليه واحد 5 دقائق حتى كتفعل هذاك الخميره، وغادي نرجع معكم. ملي دازت على العجين ديالي واحد 5 دقائق كنحيدو عليها هاد البلاستيك حدات هذيك الخميره كتفعل. غنزيد واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملحه، الملحه كتبقى على حسب الذوق. صافي دابا الدقيق غادي ندير وغادي نخلط الخميره، بدات كتفاعل، خليتها غير 5 دقائق شتي، يعني العجينه بدات كتقل، يعني هذاك الخميره بدات كتفاعل. صافي دابا غنزيد الدقيق اللي عندي مغربل شويه بشويه، انا عندي هنا 3 5 المجموع بهذاك الكاس اللي باش درت 450، وغندير وغنشوف شحال غادي يهزني على حساب الدقيق، كل دقيق شحال كياخذ. غادي نحيد بهذا الخليط، غندير غير بملعقه كديروا الخليط، عفوا كديروا الدقيق شويه بشويه كتخلطوا، باش ما يجيكمش العجينه قاصحه، زيد خصها تكون شويه مرخوفه باش كيجينا الخبز زوين. المعلقه هكذا كتخلطوا، يعني ما كتحتاجوا لا تدليك ولا عجينه، هو السر باش كيجي زوين ديك الطريقه اللي كنديروا في الاول، ما كيحتاجش العجينه نعجنوها. نزيد هاد الشيء ديال الدقيق. صافي ملي جمعت العجينه وهداك كما قلت لكم درت 4 ديال الكيسان يعني ديال الدقيق، كنت عبرتهم شحال هزي يعني تقريبا 3 الكيسان ونصف بهداك السميد، يعني 4 ديال الكيسان ونصف كما قلت لكم على حساب الدقيق، فهم شحال كي كتجي العجينه ما خصهاش تكون قاسحه، خصها تلصق هكا شويه في اليدين. صافي دابا غادي نجيب الزيت، غندير واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، غنديرها هكا رشه بها العجين ديالي، كنبقى ندوب وحده حتى كندخل فيها داك الزيت، لانها يعني كتعطيه واحد باش كيجي الخبز زوين ورطب، وكت في نفس الوقت ما كيبقاش العجينه كتلصق في اليدين، وكتسهل عمل الاختمال دغيا كيطلع العجينه كتخمد. صافي كنضربها غير واحد نصف دقيقه كما كتشوفوا، يعني راه ما وقفش الفيديو،
غنزيد شويه دهن يديا صافي. دابا غادي نغطيها صافي. كنغطيها بواحد بلاستيك غذائي وكندير عليها واحد الفوطه وكنخليها حتى في مكان دافي في المطبخ حتى كتخبر ضعف الحجم ديالها. وغادي نرجع معكم ملي تخمرت ضعف الحجم ديالها. كندير شويه ديال الزيت في يدي كنخرج من هذاك الهواء اللي كيكون فيها. كنستعمل دائما الزيت باش العجينه ما تلصقناش لانها مرخوفه شويه. صافي غادي نقسم العجينه على زوج. غندير وحده شويه كبيره لان عندي واحد المقله صغيره وحده كبيره. وحده فيها 24 وحده فيها 22. صافي كتخدد كيما هكا بالزيت طريقه سهله. وعندي واحد الطبسي ولا كديروا على سطح العمل فيه شويه ديال السميد او الفينو. غادي نجمع الخبزه الثانيه كما كتشوفوا باش كتعرفوا العجينه يعني ناجحه اللي كتكون فيها داك العجينه. كدير هاد البواقات عارفين العجينه بلي راه ناجحه والخبز غادي يجي لكم زوين. كتغطيهم هكا بلاستيك وغادي نوجد المقلة ديالي اللي فاش غادي ندير. صافي كنجيب المقيط غادي ندهنهم بالزبدة من الأفضل تكون حية وانيش كتعطينا واحد المذاق زوين. إلا ما عندكمش ديرو مارغرين أو ديرو الزيت كيبقى لكم الإختيار. كندهنهم هكا مزيان حتى للفوق باش كيتحملنا الخبز وكيجي زوين. صافي كنرشهم هكا بالسميد أو الفينو كنرشهم كلشي هكذا. صافي كنجيب الخبزة كندهنها كيدي بالزيت وكنسرحها في المقلاة كنضغط عليها هكذا حتى كتاخد الشكل ديال المقلاة. كندير الخبزه الثانيه في المقله الصغيره اللي عندي صغيره. كندهن يدي بالزيت عفوا وكنقرصها كنسرحها. غادي نرشهم بقليل ديال الفينو صافي. دابا غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى يخمروا يضعف الحجم ديالهم كما الخبز العادي ونرجع معكم باش نطيبو. ها هي العجينه ديالي ملي كتخمر كتخمر عادي كالخبز العادي. صافي دابا كنديرها على النار كطيب. كندير النار مهيله باش ما تحرقناش الخبز وكيطيب على خاطرو. صافي دابا غادي نخليه اما كتغطيه او كتخليوه هكذا. الا غطيتوه كتحديوه يعني غير الا طلع لكم ما خصوش يوصل للقباره وتحيدوه. الا طلع لكم بزاف كتحيدوا الغطاء. صافي وكتخليه كيطيب على راحتو حتى غادي يتحمر لتحت عاد كتقلبوه. البنات الخبز ديالنا ملي كيطيب يعني كاين كل كنمسوه الفوق كنلقاوه ناشف يعني صافي طاب كنقلبوه. صافي كنجيبو شي حاجه هذيك كنرفعوها هكذا مع الجناب كنحادي كنشوفو واش ملاصقش راه ما كتلصقش مثلا. صافي غير كتهزو هكذا وكتقلبوه كيجي البنات كيجي محمر وراه ساهل باش كتقلبوه. صافي دابا غتخليه حتى كيتحمر من الجهه الاخرى عاد تحيدو. طريقه سهله بالنسبه باش هادي باقي لها عاد شويه. غادي نخليها حتى غادي حتى تنشف حتى هي الفوق وتحمر لتحت ونقلبها. اول الخبز ديالي ملي تحمر كيجي البنات كيجي روعه. نسيت واحد الملاحظه ملي كتقلبوا
الخبزة كتحطو على شي حاجة، كدهنو شوية المكنة بالزبدة باش كيتحمر ليكم حتى الجهة الأخرى، ولا كتخليو هذا كيما كيبقى لكم الاختيار. كيجي البلاد كيجي روعة، وراه الشيش غادي يتحمر من الجهة الأخرى وغادي نحطو. هاو البنات كي كيجي الخبز كيجي محمر، هادي حمرتها عاد كتر من القياس. كي كيجي البنات كيجي رائع، وكيجي هشيش، كيجي روعة البنات. شوفوا واحد الهشاشة كيما كشتو، كيجي مثقب ومحمر كيما شفتو، كيجي رائع البنات. هاد الجهة حتى اللي بغيتو يعني يجيلكم بحال هادي، ديروا لها كيما قلت لكم، ديروا الزبده وديروا شويه ديال السميد باش يجي لكم بحال بحال. كيجي رائع البنات الشيش. هو البنات قطعت لكم تشوفوا كي كيجي البنات، كيجي رائع، وكيجي هشيش، وكيجي مفشفش، كيجي غزال البنات. واحد نسمه تلقينا ديك الزبده اللي درنا في المقله كما قلت لكم، خاصتني الا كانت حيوانيه. كيجي رائع البنات، كيجي مقرمل من التحت، وهداك الداخل كيجي هشيش. ورا الكاميرا ما عطاتلاش عاد حقه مزيان. كيجي البنات كيجي رائع، نتمنى تجربوه، وانا متاكده غادي يعجب لكم. كما شفتوا راه ساهل وكيجي روعه البنات، كيجي رائع. نتمنى تجربوه وتعجب لكم، ما تدخلوش عليا باللايك كتشجيع والتعليق ديالكم اللي كتفرحني بزاف. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم في رعايه الله.